السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بعض الناس يسولوا حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان. كاين بعض الأزواج أسرة سعيدة، أسرة مرحة، أسرة فيها المودة والرحمة، فيقدر الزوج أنه يقبل زوجته أو الزوجة تقبل زوجها في نهار رمضان، هل هذا الأمر مباح أم لا؟ الجواب اللي ذكره العلماء هو أن تقبيل الزوجة بقصد اللذة هذا مكروه للصائم، مكروه. احنا كنستعملوا الكلمات الشرعية، كاين جائز، كاين حرام، كاين مباح، وكاين مكروه، وكاين مستحب، راه كل وحدة عند المعنى ديالها. فالحرام حرام، عليه اللوم والعقاب لمن ترك فعله، والمباح هذاك الإباحة الأصلية، والمكروه هو عليه اللوم والعتاب، ليس عليه عقاب وإنما اللوم والعتاب. والمستحب له الأجر والثواب، والواجب هذاك فرض عبادة لابد أن نقوم به. فبالنسبة لتقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان، العلماء قالوا إذا كان بقصد اللذة مكروه. لماذا؟ لأنه قد يجر إلى فساد الصوم، وقد تكون هذه القبلة حرام إذا غلب على الظن أنه قد يقع بها إنزال. كاين الرجال اللي قوي وبسرعة يقع له إنزال، فالقبلة في نهار رمضان تصير في حقه حرام. أما إذا لم يكن عنده هذا الأمر فلا شيء عليه. وطبعا كاين بعض القبلة ما كتكونش للذة، كتكون مثلا قصد الرحمة. إنسان كيسلم على واحد في وجهه، الزوج كيسلم على الزوجة أو الزوجة في وجهها من أجل الرحمة أو من أجل الوداع إذا كان غادي مسافر أو غادي يقوم بواحد المهمة بعيدة. بحال دابا الآن تلقاو بعض الأطباء كيغيب على العائلة ديالو أسبوع، كيبقى في المعسكر ديال الحفاظ على سلامة الناس. تلقاو بعض رجال السلطة كيغيبوا على العائلة ديالهم على مدار الساعة، وكاين بعض رجال الأمن يشد الطريق بعيدة وكيغيب على العائلة، كيبغي يسلم على العائلة منهم الزوجة فيقبلها إذا كان قبل وداع أو رحمة، هذا لا شيء فيه، بشرط يقول العلماء أن يكون يملك نفسه. أما الذي لا يملك نفسه فلا، الذي لا يملك نفسه فلا. أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه. فالنبي الكريم كان يقبل الزوج ديالو في نهار رمضان ويبشره، ولكنه كان عنده قدرة قوية ليملك نفسه. أما الذي لا يملك نفسه فممكن أنه يتمادى ويقع في الحرام، ومن ثم تتبع القضية فيها مشكلة كبيرة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.